انتهى العيد وعدت إليكم من جديد لأقدم لكم كل المفيد. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة لتقوم بمغادرة جميع المجموعات التي في حسابك على الفيسبوك. يعني لديك الكثير من المجموعات التي تم إدخالك فيها من بعد، يعني من قبل بعض الأصدقاء، ربما كان يعني حسابك يحتوي على الكثير من الأصدقاء وقاموا بإدخالك في الكثير من المجموعات مثل حالتي. والمشكلة أن كل المجموعات هي تلك التي تحتوي على إذا لم لا تخرج قبل أن تضغط على لا تكتب، سبحان الله. إذا لم تفعل ذلك فاعلم أن الشيطان قد منعك، وكل من هذا القبيل. يعني فيعني يصبح يعني الحساب مثله مثل وكأنه يعني غير نظيف إذا صح التعبير. فاضطررت إلى مغادرة جميع المجموعات التي لدي دفعة واحدة، وبعد ذلك أدخل للمجموعة التي أريدها أو الجروب الذي أريده، يعني يكون عدد بسيط من المجموعات التي يعني أنا أستخدمها ويعني أتواصل مع المستخدمين الذين فيها والتي أستفيد منها. فلهذا لا تبتعد كثيرا وابقى معي. الآن أنا قمت بتجربة الطريقة وواصل يعني العدد إلى 31,000 جروب يقوم بمغادرتي لحد الآن، من 170 أو أكثر يعني عدد يعني يجري. فلا تبتعد كثيرا ولنجرب على حساب آخر، وسأريكم أن جميع المجموعات التي لدي قد تمت يعني الخروج منها. ابقى معي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، كما ترى هنا 39,000، وهنا يعني لا أستطيع تثبيت عدد معين، فيقوم بمغادرة جميع المجموعات. إذا لاحظت هنا في خيار الجروبس في صفحتك أو في الصفحة الرئيسية على الفيسبوك، يوجد لدي هذه المجموعات التي لا زالت تظهر لأني لم أقم بعمل ريفرش للصفحة. الآن سأقوم بعمل ريفرش للصفحة وستختفي كل هذه المجموعات. إذا توقف هنا عداد مغادرة المجموعات. الآن كما ترى هنا فريندز أبس جروبس اختفت، يعني تغيرت لدي، أصبح يعني مجموعة أو اثنان فقط، أزيلت الكثير من الجروبات. لا زالت يعني لدي بعض الجروبات لأنني قمت بإلغاء العملية، لم أقم بتكملتها. طبعا لتقوم بالخروج من جميع المجموعات التي لديك، ستقوم بتنزيل هذه الإضافة التي سوف تجد رابط تحميلها أسفل الفيديو. بعد ذلك ستقوم بالدخول إلى وضع التصفح الخفي. بعد ذلك ستقوم بالتأكد بأن الفيسبوك الذي تستخدمه على حاسوبك باللغة الإنجليزية. بعد ذلك ستضغط على هذه الإضافة هنا، تضغط عليها طبعا، ثم تختار يعني ليف يعني مغادرة كل المجموعات إلا التي أنت آدمن فيها. طبعا أنا لست آدمن في أي جروب، سأضغط على هذا الخيار وأضغط على I agree وأنتظر. كما ترى هنا سيتم مغادرة المجموعات، كما ترى 6 7 8 12 17 20 300 1000. إذا تنتظره حتى يقوم ب أو ينتهي. طبعا غادر الكثير والكثير والكثير من المجموعات التي في حسابي، ولا يزالت يوجد بعض المجموعات، فالحساب ممتلئ، سأقوم بتنظيفه والانتظار حتى يقوم ب الانتهاء فقط بهذه الطريقة الرائعة التي تحتاج فقط إلى إضافة على متصفح جوجل كروم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أتمنى تكون قد نالت إعجابكم. لا تنسى الضغط على زر لايك للفيديو إذا أعجبك ذلك، ولا تنسى أيضا الاشتراك في القناة. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات كتابية في المدونة في كافة المجالات التقنية، أبل، أندرويد، ويندوز، لينكس، مجالات يعني في الربح من الإنترنت، في جميع كذلك الألعاب وكل ما تحتويه أو كل ما يحتويه العالم الافتراضي من التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.